النهارده بصراحة الوصفة من بوايا أول يوم وتاني يوم هنعمل إيه؟ يعني أكيد مش هنرمي الحاجات اللي إحنا سبناها أول يوم وتاني يوم بواقي ضيوف كانوا عندنا صواني زي ما هي، فمثلا عندنا أهو لحمة متشوحة ومتحمرة، بواقي موزة مسلوقة ما عملناش فيها حاجة، عندنا رشتين ثلاثة نيين، عندنا منديل اللي بنعمل بيه الطرب برضو موجود، فهنعمل إيه؟ أنا فكرت إن إحنا مثلا نجيب بطاطس نقطعها كده اللي هي الويدجز ونسلقها نص سلقة، معانا طماطم مبشورة، بهارات وتوم، روزماري وزعتر وفصوص توم، وطبعا زبدة أو سمنة بلدي. خلاص طيب نحط كده ونجيب الزبدة. طيب نحط الأول معلقتين زيت، خلاص، وهنحط كله بقى مع بعضه، بس أول حاجة هحطها هي الريش كده، وهحط حتى الحاجة اللي هي البطاطس والطماطم، والريش لسه ما استويتش قوي، أنا عايزة ريش تستوي جوه البطاطس مع الطماطم تنزل حتى نكهتها معاهم. كفايه مثلا الثلاث قطع دول هنحطهم هنا كده. اول بس ما الريش لونها كله يبقى بني اهو كده، رشه بهارات مع ملح وفلفل اسود، واقوم حاطه عليهم البطاطس كده، عايزاها بس تاخد الريحه الاول والنكهه، ودول بقى مستويين وجاهزين اللي على جنب دول، خلاص كده اتقلبت البطاطس مع الريش والمنديل اهو، بصوا لونها بقى عامل ازاي، واتقلبت مع البهارات، هبتدي احط الطماطم كله كده مع بعض، والثوم والروزماري والزعتر، نقلب كده، نحط بقى كمان الطماطم دي هتديها لون وطعم حلو جدا مع معلقه الخل. معلقه الخل مهمه جدا، وخلاص كده احنا ولا هنحط زبده ولا سمنه بلدي ولا اي حاجه، خلاص، ونحط الموزه ونحط قطع اللحمه اللي اصلا مستويه ومشويه وحلوه جدا وما فيهاش اي حاجه. نجيب كده الكبشه وابتدي بس احط الصوص كده عليها قبل ما اغطيها كده، ولا كده لما اغطيها كل ده هيطرى، وعملنا اكله من اول وجديد